السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. لا تستغربون، لبس فروة برد، قسم برد، الواحد برد برد. المهم، احيانا احنا نستخدم الدبيان او توزيع مبني على الدبيان زي الابونتو او لينكس منت، نواجه مشكلة وهي انه يطلع لنا نو باب كي. طبعا تكلمت عن هذا بالدرس اللي راح، وهو يكون عندنا مفتاح مفقود، وعدتكم انه نحله بهذا الدرس. المفاتيح المفقودة هذه ايش اول شيء ايش سبب المشكلة؟ سبب انه احنا ضفنا مستودع معين، تمام؟ فالمستودع هذا يطلب مفتاح، هذا المفتاح حقه، المفتاح هذا غير موجود بالنظام، فكيف يفتح المستودع بدون مفتاح؟ تمام؟ طيب راح نشوف كيف نفتح المستودع الحين، تمام؟ عن طريق امر بسيط جدا، وهو اننا اول شيء نثبت هذه البوك. اوكي، طبعا الاوامر هذه بسيطة جدا، سجلت لكم اياها تحت بالوصف، تمام؟ بحيث انك لو احتجت هذه الاوامر تحصل تحت بالوصف. ببساطة شديدة راح نستخدم هذه الاوامر بحيث اننا تضيف لنا هذا المفتاح، فالمفتاح راح نضيفه هنا مكان ذا كي، تمام؟ طبعا بسيطة جدا، ما عليك الا انك تنفذ هذه الاوامر بصلاحية روت. ايش هو الروت؟ ببساطة شديدة راح تكتب هنا، طبعا الخطأ هذا يظهر دائما بعد ما نكتب سودو ابت جيت ابديت، يجينا الخطأ هذا اللي هو نو باب كي. طبعا خطأ مشهور ومعروف، هو مو خطأ، هو مجرد تحذير. طيب راح تكتب استيو، ماشي، راح تدخل الباسورد حقك. اوكي، انا الان دخلت على البتاع. اوكي، راح اجي الحين وانفذ الاوامر التاليه، انه والله هذا الباسورد، راح انسخ هذا الباسورد. اوكي، راح احطه بالمكان هذا، مكان ذا كي. اوكي، حيث الامر ما يكون صعب عليك حفظه، بس مجرد نسخ. هتسوي لصق هنا. اوكي، انتظر شوي بس خليه يرسل البيانات. اوكي، خلص من الاول. الامر الثاني انك تقوم وتحط المفتاح هنا، ثم تصدر المفتاح او تضيفه على الابس بالطريقه هذه. خلاص، الان نطلع مثلا من الروت ونجرب سودو ابت جيت ابديت. المفروض ما يطلع خطأ الحين. اوكي، ما طلع خطأ. الى هنا انتهى الدرس حق اليوم. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، واستمتعوا بالشتاء الجميل، كل واحد يلبس فروة ويغطي راسه زين. انا مغطيت راسي، مع السلامة.